منا إن شاء الله نرجع لديارنا في جرف الصخر. خيام تشققت وقلت لنا البرد وهاي الجهال ما أدوية ماكو غماصل ماكو نفط ماكو ينطني وإحنا هنا ندرس بالكرافانات كتنا البرد لا كصوبات تدفئة ماكو المعلمين يجي ياخذ من عندنا 1500 تعال مع المحاضرين انتم انطوهم ويا وزارة التربية انطوهم انتم هم قاعدين ببيوت وإحنا قاعدين بالخيام يردون من عندنا أمنيتي من هاي السنة أروح للمدرسة تشققت علينا الخيام متنا بارد هسه احنا لا نعرف لا قراية ولا كتابة نتمنى الطب المدرسة نتمنى نرجع لديارنا شنو ذنبنا احنا انحرمنا من ديارنا لا شفنا لا بيت حتى حناننا راح هسه أخويا بابا عافة بالبتراج تهجرنا لا طارق هدومنا كل شي ما عدنا حتى بابا اشترانا هاي الخيمة بفلوسه لا حكومة لا وطن شنو هاي تعايفين وطنكم ما يتبرد احنا شنو ذنبنا ما اتصلونا اتمنى ارجع لمنطقتنا ما اريد ابقى بهالضيم اريد اروح لمنطقة نقاد صار 7 سنين من تهجرنا عندنا مرضى والله عندنا أطفال حتى حليب ما نقدر نجيب لهم باردة وهذا الخيم صار لنا 7 سنين حتى تشقق نشقق نريد صوبات نريد نرجع لديارنا حتى قتلنا الضيم هنا صار لنا 7 سنين مخلينا من الخيمة قالوا يقولون نرجع لمنطقتنا ما يكتبون علينا نتمنى ان نرجع لمنطقتنا والمدرسة قاعدين بكرفانات والمعلمين ياخذون عندنا كل 7 ايام اسبوع هيك ياخذون عندنا 1500 والله ظلم ترى والله اتمنى نرجع لجرف الصخر مدارسنا غاد هناك كرفانات والله كتلنا البرد لا غماصين ولا نفط ولا مساعدات حتى جد صدق ماكو والله ما عندنا حتى فلوس نشتري والله عيب على حلبوسي وحنا ما يجيبون يساعدون احنا ماكو مساعدة والله وضعنا هنا كله بركية من دنيش مشققات وهنا ما عندنا انت اللي انتقبت اصلا بعد ما يشوفون وجيهم خلي يجون هنا يفترون هسه ما لك شيء من عندهم مش يفترون يطون الاوقاع احنا نتمنى بهسه جديده عند طب المدارس والله احنا ما شايفين مدارس وين صرنا نسوان احنا ما طبينا المدارس ولا نعرف لا نقرا ولا نكتب نتمنى بهسه الجديده ان نرجع لديانا هو ديانا هو بسدنا ما نقدر نشوفه احنا ما طبين بيتنا خلاص بالصيف الخيمه تمو علينا بالشتاء قمت نقط علينا الخيمه والله والله صدق متنا والله متنا